قوائم جديدة تثير الفتنة بين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المرة القوائم تخص منظمات شبابية ومن المجتمع المدني، اقترب منها ولات لإقناعها بمساعي حكومية تحت شعار الاستعجال. إشراك الولات يأتي في سياق خطوات مستعجلة قررها الوزير الأول نور الدين بدوي ضمن خطة تستهدف احتواء سريعا للحراك بضخ وجوه شبابية غير معروفة في الوسط الإعلامي والسياسي. فليس بأي حد أنه يتكلم باسم المجتمع المدني وبأنه يمثل كل المجتمع المدني في الجزائر، هذا غلط. لهذا استنكرنا القائمة اللي دولتها في ريزو سوسيو وقلنا باللي هذو احنا هذا العمل نتبرأ منه ولسنا معنيين به. لهذا أي ناس تحط تقبل باسم المجتمع المدني احنا نرفضه. هذا لا يعني أنه ضد أنه ناس تتكتل في جمعيات وتصدر بيانات وتدعم الحوار، كل شخص كل هيئة حرة، ولكن ما نزيدوش. ولا في نظرنا قضية الحراك هو أصل ما يحتاجش إلى تنظيم لأنه هو منظم. هل سينجح الوزير الأول نور الدين بدوي في رهاناته هذه المرة بفتح حوارات مع نقابيين وسياسيين وأيضا مع أوساط شبابية مؤثرة في المجتمع المدني؟